للمزيد عما يجري في الأسواق العالمية ننتقل إلى محلل الأسواق في سكاي نيوز عربية الزميل نور الدين الحموري. نور الدين، مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين ارتفع في أكتوبر إلى أعلى مستوى منذ أغسطس من عام 2014، كيف يمكن قراءة هذه البيانات الإيجابية؟ أحد أهم الأمور التي نظرنا إليها، لأن هذا المؤشر من جديد هو متوسط لتسع مؤشرات يتم الإعلان عنها، أهم الأرقام التي صدرت أو أهم المؤشرات كان فيها مرة أخرى انخفاض في المخزونات وارتفاع في الطلبات الجديدة وارتفاع في الصادرات، بمعنى أن هذه الأرقام بالفعل كانت تشير إلى نوع من التعافي بشكل كبير. الشيء الأهم من ذلك أن هناك المؤشرين، المؤشر الرسمي وغير الرسمي، كلاهما أظهر يعني أرقام إيجابية. المؤشر الأول أظهر قراءة عند 51.2، الارتفاع للشهر الثالث على التوالي فوق مستويات 50 التي تفصل ما بين الانكماش وأيضا التوسع. الشيء الثاني أيضا وهو الأهم هو مؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي غير الرسمي أيضا الذي يصدر عن HSBC، شهدنا فيه أيضا ارتفاع مرة أخرى إلى أعلى مستوى تقريبا في نفس الفترة منذ نهاية الربع الثالث من العام 2014. هذه الأرقام طبعا تأتي بعد أرقام الناتج المحلي الإجمالي الذي شهدنا فيه استقرار لثلاث أرباع على التوالي، وهذا الشيء الذي بالفعل يعطينا إشارة أنه من الممكن أن تكون الصين قد وصلت إلى مرحلة نهاية التباطؤ الذي شهدته بعد الأزمة المالية العالمية قبل أن نشهد مرة أخرى عودة للارتفاع. طيب، مؤشر مديري المشتريات الصناعي في المملكة المتحدة انخفض لأول مرة في شهرين، كيف نقرأ هذه البيانات أيضا نور؟ على الرغم من هذه الانخفاضات إلا أنه هو مرة أخرى التأثير من قبل أو حوالي البريكزيت لم يتم تسعيره إلى الآن على الأقل في الأرقام الاقتصادية، لأنه لا يوجد لدينا في الوقت الحالي أي تحركات ولم يتم بالفعل خروج المملكة المتحدة على الأقل. المؤشر هذه أول انخفاض كما ذكرت منذ شهرين، لكنه لا زال يبقى عند أول يعني ثالث على قراءة على الأقل لهذا العام بعد ما شهدنا نوعا ما انخفاض بانكماش خلال فترة نهاية الربع الثالث من العام الجاري، لكن أيضا عدنا مرة أخرى للارتفاع. هذا الشيء من جديد، هذه الأرقام التي تصدر الآن تأتي بعد البانيك الذي شاهدناه أو يعني التحرك في الأسواق الذي كان نوعا ما مبالغ فيه بأن المملكة ستخرج من الاتحاد الأوروبي. طيب سريعا نتحدث عن أداء أسواق المعادن الثمينة في أكتوبر. أسواق المعادن في أكتوبر شهدنا فيها نوعا ما بداية كان لدينا نوع من الانخفاض في كل من أسعار الذهب وأيضا في الفضة. أسعار الذهب سجلت نوع من الانخفاض بواقع 3%، لكن اليوم افتتحنا الأسواق بنوع من الإيجابية، استمرينا بالارتفاع على الأقل حتى هذه اللحظات عند 1283 دولار. الشيء الأهم أيضا لدينا كان في أسعار الفضة، شهدنا فيها ارتفاعات أو أولا انخفاضات في أكتوبر كانت 7%، لكن الآن نحن نسجل حوالي 3% من الارتفاع. وأخيرا وهو الأهم كان لدينا أيضا البيتكوين، شهدنا فيها إلى الآن على الأقل منذ بداية أكتوبر إلى الآن لدينا ارتفاع بأكثر من 10%. هذا الشيء الذي لا زال يوضح أيضا مرة أخرى أنه عندما تنخفض أسواق الأسهم العالمية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، آسيا وأوروبا، يعود المستثمرين والسيولة تعود إلى عقود الميلاد الآمن أو أصول الميلاد الآمن بما فيها الذهب والفضة وأيضا البيتكوين. هذا كل شيء لدينا، نعود إليك. وبهذا نختم هذه الفقرة الاقتصادية ونعود إلى روبرت.